أبنائي الأعزاء، طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم على قناة الأسكولة. النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من الضمائر، وهو ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب احنا عرفناها قبل كده، وهي أنت للمفرد المذكر، أنت للمفردة المؤنثة، أنتما للمثنى المذكر والمثنى المؤنث، وأنتم للجمع المذكر، وأنتن للجمع المؤنث. تعالوا مع بعض نشوف الضمائر ونشوف القاعدة بتاعتنا. ضمائر المخاطب: أنت مصري للمفرد المذكر، أنت مصري للمفرد المذكر، يبقى كده أنت، أنت للمفردة المؤنثة دي المخاطبة، أنتما، أنتما وده ضمير للمخاطب المثنى المذكر والمؤنث، وأنتم أيوة مخاطب للجمع المذكر، أنتن للمخاطب الجمع المؤنث. نيجي في الأمثلة: أنت مصري، أنت مصري، عرفنا أنت ده للمفرد المذكر أو المخاطب المفرد بس هيكون للمذكر، وأنت أو أنت دي للمفردة المؤنثة للمفردة المخاطبة المؤنثة، أنتما مصريان، أنتما مصريتان، زي ما أنتوا شايفين هنا أنتما مصريان مثنى مذكر، وأنتما مصريتان مثنى مؤنث، ده للمخاطب المثنى المذكر والمؤنث. أنتم مصريون، أنتم مصريون ده للجمع المذكر المخاطب للجمع المذكر. صل بين ضمير المخاطب وما يناسبه مما يأتي. ضمائر المخاطب عندنا أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. هنيجي للكلمات: مجدون، مجتهدان، نشيطة، لاعبان، متفوق، لاعبات. هنيجي نبص هنا هنتلاقى قبل ما نبدأ أي حاجة عندنا مجتهدان ولاعبان، تمام، مثنى ومثنى. طب نبدأ كده أنت، أنت هيبقى أيوة أنت هنوديها لمتفوق، طيب وأنت هنوصلها بإيه؟ أيوة أنت نشيطة. أنتما، أنتما للمثنى عندنا اتنين، يبقى هنوصلها بالاتنين، أنتما لاعبان وأنتما مجتهدان. طب أنتم عندنا واحدة، أيوة أنتم مجدون وأنتن، أنتن آخر واحدة لاعبات. ضع ضميرا مخاطبا مناسبا مكان النقط فيما يأتي. هننقل بقى، مش هنوصل الضمير المناسب من العمود أنتم، أنت، أنتما، أنتن وأنت إلى المكان المناسب. نقط نائمات، نقط نائمات يبقى تمام، أنتن نائمات. نقط عظماء، عظماء يبقى جمع، تمام كده، يبقى أنتم، أنتم عظماء،
نقط صديقي مفرد مذكر، تمام؟ يبقى أنت صديقي. نقط صديقتي مفرد مؤنث، يبقى أنت صديقتي. نقط مهندسان مثنى مذكر، تمام؟ أنتما مهندسان. ضع بعد كل ضمير للمخاطب اسما يناسبه. أنت، أنت مجتهد، أنت مجتهد. مجتهد هنا مفرد مذكر. طب تعالى مع بعض نحول كلمة واحدة اللي هي مجتهد دي هنخليها للجمع، ونخليها للمثنى، ونخليها أيضا للمؤنث المفرد ومثنى أيضا، سواء كان مثنى مؤنث أو مثنى مذكر والجمع المؤنث. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. مجتهد يبقى أنتم، تمام، مجتهدون. طب أنتما مجتهدان، مثنى. أنت مجتهدة، طيب عايزها مثنى مؤنث. أنتما مجتهدتان، وأنتن مجتهدات. أنت تلميذ نجيب، وأنتم أصدقاءه المخلصون، وأنتن زميلاته في المدرسة، وأنت يا سلوى جارته في المنزل. استخرج من الفقرة السابقة ضميرا للمخاطب المذكر، ضميرا للمخاطب المفرد المذكر، وضميرا للمخاطبة المفردة المؤنثة، وضميرا الجمع المؤنث. قبل ما نحل مع بعض هنحط خطوط على الضمائر الأول في العبارة، وبعد كده هنشوف كل ضمير وظيفته ايه او نوعه ايه. تعال نبص كده في العبارة، بتقول انت، يبقى انت اهي نعمل عليها دايرة كده اهو. انت تلميذ نجيب، يبقى اول ضمير انت. طيب اللي بعد كده انتما، انتم اصدقاءه، يبقى الضمير الثاني انتم. بعد كده انتن، ايوه انتن زملائه، زميلاته في المدرسة. انتما، انتن زميلاته في المدرسة. وانت يا سلوى انت. يبقى عندنا الضمائر زي ما احنا شايفين، انت، انتم، انتن، انت. طيب نشوف كل نوع من الضمائر بما يناسبه. ضمير المخاطب الجمع المذكر يبقى تمام انتم. طيب ضمير المخاطب المفرد المذكر انت. طب المخاطبة المفردة انت. ضمير الجمع المؤنث انتن. رتب كلمات كل سطر لتكون جملة صحيحة. هنيجي نبص الأول عند الترتيب، نبدأ بالضمير أنتم، يبقى نبدأ أنتم، أنتم تذاكرون دروسكم كل يوم. والضمير الثاني أنت، يبقى أنت تلميذة مجتهدة في عملها. والمثال الثالث أنتن، تمام كده، أنتن ممرضات تعملن بإخلاص. أنت وطني تحب وطنك.
اجعل الجملة السابقة للمفرد المؤنث والمثنى المذكر. يبقى هنحول مع بعض الضمير أنت للمفرد المؤنث والمثنى المذكر. يلا كده مع بعض نفكر، أنت هتبقى إيه للمفرد المؤنث؟ أيوة، أنت وطنية تحبي وطنك. طيب أيوة تمام. المثنى المذكر بقى، تعال نفكر مع بعض، أنت للمثنى المذكر تبقى أيوة أنتما، أنتما وطنيان تحبان وطنكما. تمام. أبنائي الأعزاء، وبكده خلصنا الجزء الثاني من الضمائر بتاعتنا وهي ضمائر المخاطبة. ما تنسوش لايك وشير للقناة علشان كل أصدقائنا يتابعونا على القناة. أشوفكم على خير مع الجزء الثالث إن شاء الله.